وبالعودة لملف إحباط العملية الإرهابية الأخيرة من قبل الميليشيات الحوثية على البحر الأحمر، ينضم معنا عبر الهاتف من جدة وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة. في البداية أرحب بك معنا أستاذ وليد، وكيف تقرؤون تهديد الحوثي الإيراني المتزايد مؤخرا للملاحة الدولية؟ سعد الله مساءك بالخير اختي العزيزه والاخوان المشاهدين جميعا. بالنسبه للتهديدات الحوثيه هي مستمره منذ سيطره ميليشيا الارهاب الحوثي على موانئ الحديده وخصوصا الميناء الرئيسي وكذلك ميناء الصليف وراس عيسى. ميليشيات الارهاب الحوثي تستمر في تهديد الممر الدولي وخط التجاره العالمي في البحر الاحمر بنشر الالغام البحريه وكذلك بالتهديد السفن التجاريه والبوارج العسكريه بالزوارق المفخخه من اجل تنفيذ اجنده ايران التي تسعى الى السيطره على باب المندب وعلى الخط الملاحه الدولي. الميليشيات الارهاب الحوثي بعد اعاده التموضع التي قامت بها القوات المشتركه من اجل تخفيف المعاناه على ابناء محافظه الحديده الذين كانت ميليشيا الارهاب الحوثي قد سيطرت على منازلهم وعلى قراهم وحولتها الى سكنات عسكريه، قامت بالسيطره على ميناء الانزال السمكي في منطقه الفازه التابع لمديريه التحيته، وتقوم باستغلال هذا الميناء الانزال السمكي الخاص بالمواطنين والصيادين الذين يصطادون الاسماك الى سكنة عسكرية لنشر الالغام البحرية على الممر الدولي. وكما تم التوضيح من قبل القوات المشتركة في احباط عدة عمليات واغلبها لم يتم الاعلان عنها ومن اجل عدم تخوف الصيادين من هذه الالغام البحرية. الى اليوم الميليشيا الارهابي الحوثي تزرع الالغام وتهدد الممر الدولي، ولا بد من اتخاذ اجراءات قويه وصارمه في 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 ضد هذه الميليشيات، وخصوصا ما لم يتم اتخاذ من اجراءات في الكارثه البحريه الكبيره التي تهدد البحر الاحمر وهي السفينه صافر. نعم استاذ وليد، برايك لماذا لا نشاهد موقف دولي حازم تجاه هذه الانتهاكات رغم ان الاعتداءات الحوثيه باتت توجه الى المصالح التجاريه الاقليميه والدوليه، وبالتالي الغرب ايضا هو الاخر متضرر من هذا الارهاب الحوثي؟ للاسف هناك بعض الدول تتماهى مع الاستهدافات وما تقوم به ميليشيا الارهاب الحوثي حول تهديد الممر الدولي كونها لم تتضرر بعد. هي تسعى للحصول على مكاسب من دول الخليج وتحقيق مآرب إيران التي تسعى كما قلنا إلى السيطرة، ولكن هذه الدول ستحس أو سيتم الوجع فيها في حال حصلت الكارثة الكبرى وتم اولا انفجار الخزان العائم صافر او تهديد سفن تجاريه لهذه الدول في هذا الممر الدولي. في هذه اللحظه سيبدا الدول الكبرى بالتدخل وخصوصا دول الغرب، ولكن نحن نناشدهم وندعوهم الى التدخل العاجل للحد من الارهاب الحوثي واعتداءاته المستمره وتلغيمه للبحر الأحمر بشكل متواصل، رغم أن فرقنا التي تعمل في البحر من خبر السواحل مستمرة وبشكل كبير ومتواصل جدا في رفع هذه الألغام والمخلفات التي تقوم ميليشيا الإرهاب الحوثي بزراعتها. فالكارثة كبيرة وستكون على العالم أجمع وليست على دول المنطقة فحسب، لذا على الدول الكبرى في الغرب وعلى الأمم المتحدة أن تقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الميليشيات أو توجيه التحالف ورفع يدها عن التحالف العربي ممثلا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وترك الشرعية تحرر بقية المناطق التي تحت هذه الميليشيات. نعم أستاذ وليد، بالإضافة لاستهداف الملاحة الدولية تتحدث كثير أيضا من التقارير عن استهداف الحوثيين للمدنيين والنازحين في محافظة الحديدة، حدثنا عن ذلك.
تستمر ميليشيا الإرهاب الحوثي بالاعتداءات بالطيران المسير في المناطق المحادة ما بين مناطق سيطرتها وما بين القوات المشتركة، تستمر في ضرب باسم القذائف، استخدام القناصين، هناك أعداد كبيرة جدا الآن من أبناء الحديدة، وكانت هناك اليوم وقفة احتياجية للمعاقين أو ما نسميهم بأصحاب الهمم الذين أصيبوا وتضرروا من ألغام ميليشيا الإرهاب الحوثي بعد زراعتهم لكافة الألغام، والتي يتم نزعها من قبل القوات المشتركة وفريق مسام 26 مدعوم من التحالف العربي. الاستهدافات مستمرة، قواتنا ما زالت تتماسك في مواقعها الثابتة التي تموضعت فيها وتنتظر توجيهات الحكومة الشرعية، مثلا في مجلس القيادة الرئاسي الذي بنى عليه كل أبناء اليمن أنه مجلس حرب للميليشيا الحوثي في حال عدم رضوخها إلى السلام. نعم أستاذ وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة، كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.